على وقع حريق كبير بمصنع للأخشاب في أمغرة، هرعت 5 وحدات إطفاء للموقع سريعا وتعاملت مع الحريق باحترافية عالية بقطع الطرق المؤدية للمصانع المجاورة والسيطرة عليه بالكامل. رقم قياسي كحجم الحريق، نعم رقم قياسي، الله يعطيهم العافية الشباب، لهم طبعا خبرة وعارفين شلون يتعاملون مع الحوادث. احنا طبعا الرساله اللي نوجهها على اصحاب الملاك وكبار المقاولين، بما احنا في مقاره في كبار المقاولين، متابعه العمال اللي موجودين. انت عارف الحين درجه الحراره واصله 52 درجه مئويه وشايف الشباب شلون طايحين هالكانين، فالمتابعه السلامه مطلوبه. على الرغم من المكان الحيوي للحريق والتي تقدر مساحته اكثر من 1000 متر مربع، الا ان مراكز الاطفاء كافحت الحريق من مختلف الجهات محاصرين ألسنة اللاب بعد مجهودات عالية لرجال الإطفاء. الصعوبات اللي واجهتنا والله الأماكن وايد تقطيعات بالمبنى، وايد أخشاب تخزين بشكل عشوائي، مداخل بشكل عشوائي، والمكان ما له مدخل صوب واحد محاوط من 3 قسائم صناعية ثانية عن طريق الخرسانة والطابوق، فيصعب وصولنا إلا من مكان واحد، فالفضل قامت تدش من مكان واحد وتنتشر داخل مكان الحريق. عوامل عديدة لاشتعال مثل هذه الحرائق يتصدرها مؤكدا ارتفاع درجات الحرارة، لكن بعد اخماد الحريق يبقى العمل مستمر لمعرفة اسباب وملابسات هذا الحريق. 5 وحدات اطفاء استطاعت السيطرة على حريق في مصنع للاخشاب في امغرة والحد من انتشاره للاماكن المجاورة، السيطرة عليه بوقت قياسي. راد الشمري لتلفزيون دولة الكويت.